تخيل عزيزي المشاهد أن يكون لنا أسبوع وطني خاص يسمى أسبوع الصمت، لا ينطق أحد فينا فيه كلمة، أو أسبوع الفرح لا يسمع أو لا يسمع لنا فيه صوت عدا الضحكات، أو أسبوع الحزن يملأ فيه بكاؤنا كل مكان. غير منطقي ما أقوله لكم من خرافات كهذه. تخيلوا معي أن لدى الحوثي مناسبة يسميها أسبوع الصرخة، يظل أتباعه يؤدون صرختهم الخمينية بأعلى الأصوات، ومن خلالها يحاول بكل السبل نشر وترويج أفكاره الطائفية والمذهبية بإقامة العديد من الفعاليات في مناطق سيطرته، منها الشعارات التي تملأ الشوارع والجدران والأماكن العامة والخاصة. إلا أن الحوثي دائما ما يفشل أمام حالة الغليان والرفض الشعبي لمعتقداته، آخرها طمس وإزالة مواطنين في مدينة إب عددا من طبعات شعار الصرخة الذي أغرقت به ميليشيا الحوثي جدران المباني والمنازل والمساجد ليضعوا عليها علامة إكس كما في الصورة هنا، تعبيرا عن حالة الرفض الشعبي للميليشيا ونهجها وشعارها وممارساتها في المحافظة. لم يكن هذا الحدث المعبر الوحيد لرفض المواطنين للحوثي، فخلال هذا الأسبوع أيضا رفض أبناء مدينة إب القديمة ومديرية الجفر الصرخة الحوثية في صلاة الجمعة ومساجد أخرى كثيرة في المدينة، يعزف المواطنين عن الصلاة بداخلها بسبب فرض الميليشيا أئمة وخطباء موالين لها يجبرون المصلين على رفع أصواتهم وترديد شعار الصرخة غير مراعين لحرمة المساجد وسكينتها وروحانيتها. هذه الأحداث تذكر بما شهدته مدينة إب القديمة في الأول من رمضان الماضي من تظاهرات رافضة للميليشيا رافقت جنازة الشاب حمدي عبد الرزاق المعروف بالمكحل والذي قضى في سجن تابع للميليشيا، وأثارت وفاته انتفاضة عارمة ضدها. أما في صنعاء وبالتزامن مع الذكرى 33 لعيد الوحدة اليمنية، خرج شركاء الحوثي من حزب المؤتمر لإقامة فعالية بهذه المناسبة، إلا أن الحوثي منعهم وحول الاحتفال إلى فعالية لتمجيد الصرخة الخمينية في إطار مشروعه بسلخ المجتمع من قيم الجمهورية ومنجزاتها وإعادة صنعاء إلى ما قبل ثورة 26 من سبتمبر. نشاهد. للروح بالدم نفديك يا يمن، للروح بالدم نفديك يا يمن، للروح بالدم نفديك يا يمن. على مواقع التواصل الاجتماعي كتب وغرد الكثير حول الرفض الشعبي لمعتقدات الحوثي وممارساته. على فيسبوك نشر محمد عثمان منشور يقول: يعتقد الحوثي أنه إذا استمر بالأعمال الطائفية المستوحاة من إيران أنه سيربح باليمن، ولا هبل أهبل إذا علم والأهبل ما علم أنه يزداد كرهه لدى شعب اليمن والمتمسك بدينه الصحيح بعيدا عن خزعبلات إيران وذيولها. على تويتر غرد إبراهيم عسقين يقول: في ذكرى الصرخة التي يحتفل بها الحوثيون قام أحد الشباب بحي دار الشرف في إب بإحراق شعار الصرخة، وعندما عرف الحوثيون أعلنوا حالة طوارئ وهات يا تحريات وتتبع للكاميرات ومساءلة وجعلوا من الحي ثكنة عسكرية. ليش هذا الخوف كله؟ لكن هي الحقيقة في أن الطارئين هكذا يرهبهم طفل. في الفيسبوك يقول توحيد القريدي ويعلق ساخرا على الحادثة، يقول: لا تنسوا يا شعب أننا في أسبوع الصرخة التي هزت عروش المستكبرين وأرعبت أمريكا وإسرائيل ورجفت من خوفها فرنسا وبريطانيا وألمانيا. قلت بذكركم بس لا تلهيكم الدنيا ويشغلكم إبليس بالغاز والغلاء ولقمة العيش.
بعض إلى تويتر، حيث غرد عبد الكريم عمران ويقول: الاحتفال الحوثي بيوم الصرخة الخمينية بالسبعين بالتزامن مع عيد الوحدة اليمنية الذي منع الاحتفال به في قاعة عرس، وهي أهم وأكبر وأعظم حدث في تاريخ اليمن والعرب والمسلمين، إنما يؤكد أن الحوثي ليس انفصالي وحسب، بل لا صلة له باليمن وأعيادها، وأنه فارسي الهوى والهوية. الحوثي فارسي. على تويتر يقول إياد الشرعبي: يوم الصرخة هو يوم قياس ولاء القطيع الحوثي والمتحوثين، فالصرخة مجرد نهيق فارغ بلا محتوى، فصواريخه تنطلق إلى تعز وإلى حضرموت والحديدة والساحل لتقتل أولئك الأمريكيين في هذه المحافظات. وأما أسياده في واشنطن فهو يعرف جيدا كيف يسجد لهم ويقبل أقدامهم ليرضوا عنه، حتى تستمر أسلحة إيران بالتدفق إلى خزانته. حول هذا الموضوع وعبر السكايب انضم إلينا دكتور علي البكالي، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور علي، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، يعني ما هي قصة هذه الصرخة، ولماذا يمجدها الحوثيون إلى هذا الحد؟ أهلا وسهلا ومساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين والمستمعين واليمنيين داخل الوطن وخارجه. في الحقيقة قصة الصرخة الحوثية معروفة، لا تحتاج إلى بحث كبير، وذكرها حسين الحوثي في ملزمته الشعار صرخة وموقف، ويقول أنه ظل عدة سنوات ربما يعني يبحث عن شعار يعني يهتدي إليه، يكون عنوان لعقيدته الجديدة، يقصد العقيدة الحوثية له ولجماعته، حتى يعني اهتدى إلى هذا الشعار في المنام. والحقيقة كان هذا طبعا كانت المحاضرة في رمضان في 2002 يعني. القصة في تلك المرحلة كان نزول السفير الأمريكي إلى صعدة تحت مسمى جمع الأسلحة، أو تحت يافطة جمع الأسلحة وشرائها من السوق حتى لا تستخدمها الجماعات المتطرفة. في تلك المرحلة 2002 و2003 اشترت السفارة الأمريكية بمئة مليون دولار أسلحة من أسواق صنعاء وعمران وصعدة، وسلمت هذه الأسلحة للميليشيا الحوثية، ثم أملي على الميليشيا الحوثية هذا الشعار، وهذا الشعار هو نفس الشعار الذي أملي على الخميني في العام 78 وهو في باريس عندما أطلق ثورته ضد نظام الشاه لإسقاط نظام الشاه. فالميليشيا الحوثية هي نفس يعني الحرس الثوري الإيراني الذي بنيت عليه الأفكار الإيرانية وأفكار الحكومة الخمينية المتطرفة، يعني هي أداة من أدوات الاستعمار الغربي، من أدوات الخطة الأمريكية لتفكيك الدول في المنطقة، ولهذا أملي على الحوثي هذا الشعار. وهذا الشعار طبعا متناقض في حد ذاته، أنه يدعي أنه عدو لأمريكا وعدو لإسرائيل، بينما تلقى الحوثي من اللحظة الأولى دعما عسكريا وماديا من الأمريكان ومن إسرائيل ومن بريطانيا، واحتضنته يعني عقائديا إيران، لأن إيران أساسا هي النبتة الأمريكية البريطانية الإسرائيلية التي رمي بها في البيئة العربية تحت دعوى أنها ضد أمريكا وضد إسرائيل وضد الغرب، من أجل اجتذاب العرب نحو يعني إيران ومشروعها التكميري، مشروع تفكيك للمنطقة العربية بالطائفية. في الحقيقة هذا الشعار وإن كان أيضا يعني إملاء من الغرب أو من الاستعمار الغربي ويعني للحوثيين، لكنه أيضا يحمل الوجهة المتطرفة السلالية. فمثلا هؤلاء السلالة منذ العصر العباسي وفي نهاية العصر الأموي رفعوا شعار لعن الصحابة تحت مسمى لعن النواصب، وكانوا يعني يعتبر أن هذا الشعار هو تمييز بين المؤمن والكافر، أن من يلعن النواصب هو مؤمن شيعي مؤمن، ومن لا يلعن النواصب هو إذا ناصبي كافر خارج عن الإسلام. نفس القصة بالنسبة للشعار الحوثي هو نفس شعار الصرخة الخمينية التي أطلقها أنصار الخميني قبل عام ثورة الخميني، ثم رددها الخميني عندما وصل إلى طهران وهو يصلي
الناس الجمعة، وإلى جوابه يقف جموعة من الفرنسيين والبريطانيين والأمريكان أيضا في نفس صلاة الجمعة. طيب دكتور علي، نعم دكتور علي، الآن الصرخة كيف بغض النظر عن محتواها وفكرتها المتناقضة مع ما يقوم به الحوثيون، لكن ما هو هدفها الآن وما هو هدف ترسيخها في أذهان الناس وكيف يستخدمها الحوثيون؟ نعم، الصرخة هي العقيدة المكثفة أو هي المفتاح المكثف للعقيدة الحوثية، كما هي أيضا المفتاح المكثف للعقيدة الخمينية. الصرخة لدى الحوثيين ولدى الخمينيين هي بمثابة التشهد أو لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله عند المسلمين. فهؤلاء يعني يستخدمون الصرخة للتمييز بين أنصارهم وبين من ليسوا أنصارا لهم. فمن يردد الصرخة، نعم يعني من يردد الصرخة يضمنون ولا، ومن لا يردد الصرخة يعتبرونه عدوا حتى لو لم يكن عدوا لهم، ولكن يعتبرونه عدوا لهم لأنه لم يصل إلى مرتبة الولاء الخالص لهم أو الإيمان الخالص بعقائدهم. فالصرخة يعني عقيدة مكثفة، هي تحكي العقيدة المكثفة للميليشيا الحوثية، وهذه العقيدة المكثفة تقوم على أربعة أركان. الركن الأول التطرف، فهي تبدأ بالموت والموت نقيض للحياة، ثم أيضا لا تقبل التعايش وهذا الجزء الثاني منها، ثم أيضا ذات وجهة سلالية لأنها مرتبطة بنفس عقائد الشيعة اللي هي تكفير يعني غيرهم وتسميتهم بالنواصب، ثم أيضا هي عبارة عن أداة من أدوات التحشيد أو لغة للتحشيد للقتال. الهدف من الصرخة هو حشد الأنصار وتحويلهم إلى جنود للقتال، يعني التشيع بحد ذاته والحوثي جزء منه، التشيع الخميني أقصد وليس التشيع القديم الاثنى عشر، التشيع الخميني الذي خلط ما بين التطرف الإرهاب وما بين التشيع. هذه الوجهة هي وجهة الحوثي أيضا، هي تحت هذه الأركان الأربعة التي يتحدث عنها الشعار. طيب الآن الأسبوع هذا الذي خرج لنا علينا به الحوثيون وقالوا أسبوع الصرخة، ما هي دلالات هذا الأسبوع؟ أولا هذا الأسبوع هو مأخوذ من إيران، يعني بعد نجاح ثورة الخميني هو الذي أسس فكرة يوم الشعار وأسبوع الصرخات، وهو منقول من إيران إلى اليمن نقلا حرفيا. أيضا الشعار نفسه وألوان الشعار هي مأخوذة يعني من العلم الإيراني، وهو العلم الذي اختاره الخميني بعد ثورته. فالأسبوع الصرخة هو معنى أسبوع الولاء للعقيدة الخمينية الإيرانية، فالمقصود بهذا الأسبوع هو تثبيت الولاء لإيران، تثبيت الولاء للفكرة الخمينية داخل اليمن. نعم، ولماذا الآن يعني في وقت يعني في أسبوع الاحتفال بالوحدة وتم تهميش الاحتفال بالوحدة على الجانب الآخر؟ أيوة، هذه مسألة مهمة جدا، وهي علاقة الحوثي بالوحدة وعلاقة الحوثي بالجمهورية. الحوثي أولا يعني كعقيدة هو ضد مسمى الجمهورية، لأنه يؤمن بالإمامة ويعتقد أن السلطة السياسية منحصرة في سلالة، في جين مقدس، في نطقة مقدسة، فهو لا يؤمن بالجمهورية ولا بحق الشعب في اختيار الحكام، هذا مرفوض بل يعتبره كفرا. الديمقراطية كفر، الجمهورية في حد ذاتها كفر لأنها مناقضة لدعوة السلالة والإمامية وخرافة الوصية. والآن أما بالنسبة للوحدة، فالحوثي يعتقد أن اليمن قسمين، زيدية وكافية، أن من لا يؤمنون به هؤلاء ضده شوافع كما يعتقد، وأنه يعني يجب أن يعني ينفصل بما لديه من جغرافيا مؤمنة، فهو يعتقد أن الجغرافيا الزيدية، أن هذه تسمية كاذبة وخادعة وتسمية زور وبهتان. الجغرافيا الشمالية هي ليست جغرافيا زيدية، إنما هذه التسمية تسمية إلالية، هذه الجغرافيا هي جغرافيا همدانية كهدانية وليست جغرافيا زيدية. تقسيم اليمن إلى زيدية وشافعية هذا تقسيم، لكن الحوثي حاول الدخول إلى المحافظات الجنوبية من قبل. محاولة الدخول إلى المحافظات الجنوبية هي من أجل يعني السيطرة على ما تبقى من أجزاء الدولة. كان الحوثي في تلك المرحلة يحلم بالوصول إلى الموانئ، يحلم بالوصول يعني بالهيمنة على الدولة بشكل عام، مؤسساتها وشرعيتها،
بحيث يعني تخلق له وحده. لكن في ولو هذا الحلم لا يزال لدى الحوثي اذا استطاع تنفيذه الان، ولكن اذا لم يستطع تنفيذه فهو من اوائل من سيمكن الانفصال، يعني من اوائل من سيقتل اليمن الى الحين الحوثي. يعني الحوثي ليس وحدويا، لان الوحده اساسا تعني الديمقراطيه وتعني الجمهوريه، وهذه يعني خصومات له ولعقيدته. يعني هو لا يؤمن ويرفضها، لا يؤمن بالديمقراطيه ويرفضها، ومن ثم الوحده يعني كيف يمكن ان يتحد تحت قياده الامامه وفكره. هو يعتقد بانه استطاع ان يخضع اليمن لامامته، وان لم يستطع فيريد ان يستفيد بما يسمى تورم بالمناطق الزيديه. الآن يعني بعد ثمان سنوات من الحرب، والحوثي يحاول أن يرسخ قيمه ومعتقداته في مناطق سيطرته، لكن إلى الآن ما يزال هناك رفض، والناس في إبقاموا بإزالة الشعارات التي قام بعملها الحوثي. كيف تقرأ الرفض الشعبي الذي يحدث الآن؟ أنا باعتقادي أن الحوثي لا يمثل إلا 1 إلى 1.5% من مجموع مناطق شمال اليمن، وليس من مجموع الشعب اليمني. يعني المناطق التي يسيطر عليها هو يمثل 1 إلى 1.5% من مجموع سكانه، وهؤلاء هم نسبة السلاليين المؤمنين بهذه العقائد. أما من يقاتلون حتى في صف الحوثي ليس مؤمنين بفكرة، مثلا القبائل التي تقاتل في صف الحوثي، الحوثي يستشيطها ويدفع بها للقتال، إما من ناحية أن هناك عدوان على اليمن وأنه هذا العدوان، أو من جانب تحفيز القبلي، يعني يستقطب شيخ القبيلة ويشتري بالمال، ثم شيخ القبيلة يعني يستنفر القبيلة بناء على النخوة القبلية، أو يعني بالترهيب والتخويف، أو بالجوع، حالة الفقر التي وصل إليها الناس. وأنا أعتقد ولا ملتزم بهذا أنه في الحالة الطبيعية إذا ما قبل الحوثي مثلا بالديمقراطية لن يحصل على أكثر من 0.5 إلى 2% من الأصوات في مناطق سيطرته. هذه هي الحالة الطبيعية للميليشيا الحوثية، ولهذا يرفض الديمقراطية. نعم، الحوثي يرفض الديمقراطية لأنه يعلم أن الديمقراطية لن توصله إلى كرسي السلطة، وأنه وصل إليها بالانقلاب، بالفوضى، بالقتال، باستخدام أسلحة الدولة وجيش الدولة لقتالها ولقتال المواطنين. وفي الحالة الطبيعية يعني لو كان هناك نوع من الحرية لرأينا مسيرة كل المحافظات يسيطر عليها ضده. نعم، حالة الرفض موجودة، الناس يرجعون إلى الهوية، إلى التاريخ، إلى البرلمانية، إلى النقوش، النشيد الوطني حتى في عرافهم. هذه حالة رفض تجد فارغة، لا يقبلون قضاء الحوثي. هذا تعبير حالة الرفض للميليشيا الحوثي بقائدها. في رمضان المساجد مليئة بالمصلين، رغم أن الحوثيين يطاردون المصلين ويعملون السلاح في ظهورهم، ورغم ذلك يصلي الناس بالآلاف في المساجد صلاة الرفض. هذا يعني أن هناك حالة الرفض للميليشيا حتى داخل مناطق سيطرتها، حتى في عقر ذلك في صحبه. نعم، دكتور علي البكالي، أشكرك شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونعود.